وانت مستني ان احنا نعمل لك ايه؟ ما انت اللي غبي، حد قال لك تشتغل من دماغك؟ انتوا مش بعتوني وكل واحد فيكم راح يستخبى في حته؟ يا اخوال ده مش وقته، ده هنعمل ايه في العيال اللي هتروح مننا دي؟ مش ده المهم، المهم فؤاد نفسه عايز ايه بعد ما خطف العيال دي؟ مش عايز حاجه، بس المره دي بقى مش قرصه ود وبس، دي فيها موت. فؤاد بيتصل. الو، مرعي وعاكف معاك. ايوه مولانا، موجودين. جيبوني انتوا الثلاثه على الفيلا اللي قال لكم عليها سليم قبل ما يموت. لو عملتوا اللي هقول لكم عليه هتاخدوا العيال. بقول لكم ايه، انا ماليش دعوه بالحكايه دي، انا مش رايح في اي حته. رايح في مش رايح فين؟ تعال تبيع وتشتري من الصبح وانا ساكت. ولا ابراهيم عيب كده نزل السلاح عم. مش منزل يابا، زي ما انت كده هتقوم تركب معاهم العربيه. خلاص يا ابراهيم خلاص، هو كده كده لازم يجي. هو صحيح ما عندوش ابن اتخطف، لكن رقبته في ايد فؤاد. يلا يا عاكف يلا. ماشي يا ابراهيم، اخلص بس من المصيبه اللي انا فيها دي وفوق لك. اللي في حجرك على الرئه متر. خلاص بقى تتلم بقى. بقول لك ايه، خليك مع امك هنا، وانا اقول لشويه البهايم اللي بره دول ياخدوا بالهم. ماشي يا بابا، بس لما توصلوا بقى طمني، وانا اجهز الرجاله عشان لو حصل في الامور امور. بينا يا اسطى. يلا بينا. طبعا تعبانه شويه فاستنيتها لما نامت. لا انا جاي على طول مش هتاخر.